كلمة ولاد ناس مش معناها على فكرة ابن ناس أو بنت ناس إنه غني أو فقير. ولاد الناس يعني الناس اللي اتربوا في بيوت تعرف الأصول والذوق والأخلاق وعينيها شبعانة. ناس اتربت إن اسمها حضرتك مش أنت، اسمها نعم مش إيه، يعرف يوطي الصوت، ما يحطش رجل على رجل قدام حد كبير، ما يبقاش قاعد وسايب حد كبير واقف، يقف بعيد عن الباب، ما يتصلش بحد متأخر، هو ده ابن الناس، هما دول ولاد الناس، يقعد على الكرسي اللي مش كاشف أي بيت قدامه، ما يزعلش حد من أهل بيته، يخبط على الباب قبل ما يفتح، ياكل من ناحيته ويكون بعيد عن الطبق، يبعد الطبق عنه شوية، يقوم أول واحد من على الأكل لو معزوم، يستنى كلهم يقوموا لو هو اللي عازم، ما يزورش الناس فجأة، لما يدخل بيت أي حد يعتبر نفسه مش شايف، ما بيتكلمش، ما بيسمعش، ما فيش أي حاجة غير المكان اللي هو قاعد فيه وبس، مش شايف أي حاجة، عينه ما بتروحش في أي حتة في البيت تانية، ما يقومش من مكانه وهو بيزور أي حد من غير ما يستأذن أو من غير ما يتقاله، انزل مع اختك، انزل مع اختك، خدي بالك من اخوكي، هي دي طباعة اولاد الناس، رايحين نعيد على قرايبنا، رايحين نزور الناس حبايبنا، هنود جيراننا، هنقول لهم ماما بتسلم عليكم، شيل من عمه الشنط والاكياس ساعده، خلي طنط تقعد، ما تطلعش ورا بنت السلم، ما تبقاش انت وراها، يا تطلع قدامها يا تستنى شويه لحد ما هي تطلع، لو حد طالع وراكي اقفي كده في جنب عديه وبعدين اطلعي. هي دي نصايح ولاد الناس وتربيه ولاد الناس. ولاد الناس مش احسن من اي حد، هم عارفين ان هم مش احسن من اي حد، هم شايفين ان الناس كلها جميله والناس كلها ولاد ناس زيهم. ولاد الناس اتعلموا ان هم ما يقارنوش نفسهم بحد، وراضيين وبيسعوا ان هم يكونوا افضل من حالهم دلوقتي، يفضلوا يقولوا شكرا شكرا، يشكروا الناس على اي حاجه تتعامل ليهم، يعتذروا ويقولوا انا اسف بمنتهى البساطه والاريحيه، ما فيهاش مشكله خالص انه يعتذر. ليه؟ علشان هم دول ولاد الناس، ما يشدش حاجه من ايد حد، ما يسبقش حد كبير وهو ماشي، يفتح الباب للكبير، يفتح الباب للبنت، الباب المقفول لازم يخبط عليه، النقطة دي مهمة جدا، حتى لو باب في بيتك، في باب أختك، باب عند أوضة ماما وبابا وهكذا، يقول الحق. لبسه منسق مش غالي خالص، منسق ومهندم، لبس البيت أكيد غير لبس النوم، كلمة عيب عارف معناها، كلمة الكبير والأكبر منك واحترامه عارف مقامها، حتى لو غلط فيه عارف ان في حدود، عارف يعني ايه حاجة تغضب ربنا، عارف يعني ايه ما يعملش دوشة والناس نايمة، عارف يعني ايه ما تخليهمش طبعا يدفعوا، دول الكبار، انت ادفع انت طبعا، ما بيرميش حاجة في الشارع، بينظف مكان ما بيبهدل، ما تجيش ناحية دي، دي أمانة. الناس المحترمين ولاد الأصول اللي اتعلمنا الجمل دي منهم كانوا بيربوا أولادهم كده ولا زالوا بيربوا أولادهم كده. لو عايز تكون أنت ابن أصول ولادك يطلعوا وبناتك ولادك يطلعوا ولاد أصول، هي دي طريقة التربية الصح لولاد الأصول. خليكم معانا في صباحكم مطرحك على راديو 90 90 لسماعك أحمد يونس، الأسماس 199.